السلام عليكم. الرجل اللي تشوفونه أمامكم هو اللاعب يونس محمود خلف، مواليد عام 1983، في قضاء الدبس في محافظة كركوك في العراق. بدأ لعب كرة القدم مع نادي الدبس في عام 1997. لعب مع نادي كركوك ونادي الطلب العراقي ونادي الوحدة الإماراتي ونادي الخور القطري ونادي الغرافة القطري ونادي الوكرة ثم نادي السد القطري. لعب مع نادي العربي القطري إعارة، بعدين أعلن اعتزاله عن كرة القدم، بعدين تراجع عن قراره ولعب مع نادي الأهلي السعودي لفترة مهي طويلة. يونس محمود هو صاحب أسرع هدف في الدوري القطري، وكذلك أحرز جائزة أفضل لاعب في بطولة الكأس القطري، حصل على هداف كأس آسيا وأفضل ثاني لاعب في آسيا في عام 2007. وبعيدا عن العنصرية، وأتمنى ما حد يفهمني غلط، ممكن إخواني السعوديين يزعلون علي ولكن هذه الحقيقة، يونس محمود سجل هدف حاسم في المباراة النهائية ضد السعودية، وبسبب هذا الهدف العراق حققت كأس آسيا في عام 2007. خلونا نشوف الهدف. بينما كرة عراقية تلعب للزعامة، خطير وجول! جول للزعامة يا يونس، للصدارة يا محمود. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. خطف الخروج من الحارس ياسر مسيلين، وفييرا هو العريس. 1-0، عراقية التقدم، عراقية الافتتاح. وبعيدا عن الكرة، اللاعب الكبير يونس محمود له الكثير من الأعمال الخيرية. في عام 2006 حصل على جائزة مالية قدرها 100,000 دولار من الاتحاد القطري، تبرع بكامل المبلغ لبناء مسجد في مسقط رأسه كركوك. كذلك حصل على شيك مبلغ 10,000 يورو، تبرع بكامل المبلغ إلى جمعية خيرية عراقية. السلام عليكم.